الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. رؤية البوم الرمادي في المنام علامة على الأحداث المؤلمة التي تحدث لصاحب الرؤية هذه الأيام. رؤية البوم الرمادي في المنام علامة على تعثرات مادية شديدة يعاني منها صاحب الرؤية فترة من الوقت والزمن، والله أعلم. رؤية البوم الرمادي في المنام علامة على الخراب الذي يحل على صاحب الرؤية والأحداث المؤلمة هذه الأيام. رؤية البوم الرمادي في المنام علامة على الصعوبة في الحصول على الأموال بشكل كبير، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى الإنسان البوم داخل بيته علامة أن الأيام القادمة سيوجد لص في بيته، والله أعلى وأعلم. من يرى في المنام أن البومة تهجم عليه وتعضه علامة على السرقة والاحتيال فعليه الحذر. رؤية البومة تهجم على الإنسان وتعضه علامة على وقوع كارثة كبيرة ومؤلمة جدا في حياته الأيام القادمة. أما رؤية موت البومة في المنام علامة على الخير القادم بشكل كبير. حلم موت البومة في المنام علامة على الرزق الوفير وتغيير الأحوال للأفضل. رؤية موت البومة في المنام دليل على سماع أخبار سعيدة قادمة لصاحب الرؤية. موت البومة في المنام إشارة على اللي يشوف بالذات بل للبومة ماتت في بيته، لو كان بيته دي في مشاكل بينه وبين زوجته أو أهله، كل هذه المشاكل والمشاحنات بإذن الله سبحانه وتعالى سوف تنتهي قريبا، والله أعلى وأعلم. أما رؤية سماع صوت البومة علامة على سماع أخبار سيئة للغاية الفترة القادمة. رؤية سماع صوت البومة علامة على المرض الشديد لصاحب الرؤية، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي.